بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، اليوم سأتحدث عن كيف هي دورة عزيز الرشيدي، والكثير يسأل عنها، والكثير يعني يقومون بإرسال رسائل. طيب، أنا لا أتحدث عن دورة عزيز الرشيدي، فقط أجعل الدورة هي من تتحدث، يعني أجعل الناس هم من يتحدثون بأعمالهم، وكذلك أجعل أعمالي التي أقوم بها في كل دورة هي من تتحدث. لا أكثر من الكلام، ولكن فقط وضعت هذا الفيديو لكي أرسله إلى كل شخص سيسألني عن الدورة، كي لا، لأن الوقت يكون ضيق بصدق، ولا يكون هناك وقت لأجيب عن كل أسئلة الناس. فقط سيكون هذا الفيديو ليكتشف الناس من هو عزيز الرشيدي وكيف يقوم بعمل الدورة. الدورة كما تعلمون وكما شاهدتم يعني بعض الإخوة الذين تحدثوا في القناة، الدورة هي نقوم بإصلاح الأعطال مباشرة، يعني أعطال ليست أعطال جاهزة، وليست أعطال يعني نكتشفها على البوردات أو كارت مير كما نقول، يعني فاسدة فقط نشتغل بعشوائية. هذه الأمور لا نشتغل فيها، بل نشتغل في أجهزة الزبائن. لماذا أشتغل في أجهزة الزبائن وبطريقة يعني أريهم يعني أجهزة الزبائن؟ أشتغل بها بنفسي وأري لكل طالب طريقة الاشتغال ويطبقها على أمور أخرى، وعندما أكتشف أنه ما شاء الله بدأ في يعني في التحسن، فأكتشف أنه أعطيه أجهزة وأنا مطمئن. هذه من جهة. من جهة أخرى، لماذا نقوم بالتعامل مع الأجهزة الزبائن وبدون سابق إنذار؟ لا أعرف أن الجهاز ما به، لنكتشف سويا حتى الطالب يكون فرحان، يعني جهاز أتى ونقوم باكتشاف العطل سويا، فهنا الطالب يخرج ولديه ثقة كبيرة ولا يحتاج إلى أي شيء، مباشرة إلى العمل. هذا ما نقوم به، يعني فالكثير نقوم به، ولا يمكنني أن أقول كل ما نقوم به، بل أجعل الأمر واقعي، يعني كثرة الكلام لا تجدي نفعا، بل العمل هو الذي يظهر مصداقية الكلام إلى غير ذلك. وأظن أن بعض الفيديوهات، فهي بعض من الفيديوهات التي نقوم بها على يعني في الاشتغال، فسترون دورة كذا وكذا 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 إلى غير ذلك. هذه من جهة. ومن جهة أخرى، بالنسبة للأعطال، كيف نقوم بفحصها؟ نقوم باكتشاف الأعطال، يعني طرق وفحص أي جهاز بطرق علمية وبسيطة وسهلة جدا، يعني يفهمها حتى الذي يعني لم يشتغل ولم يقرأ، يعني سيفهم الطريقة والأسلوب الذي نشتغل به، لأن هناك أمور بسيطة وهناك من يصعبها، وهي أمور بسيطة جدا، فقط يلزم من الشخص الذي يريك إياها بطريقة بسيطة وسهلة ويطبقها. كيف أعرف أن المسألة بسيطة وسهلة؟ هي عندما أطبق على أرض الواقع وأجد ما تقوله وصادق، وليس فقط كلام. بعد لن أتحدث عن الدورات الأخرى ولا أتحدث على أي دورة، أتحدث فقط عن نفسي، لأن عندما تخرج من المجال فلا أريد أن يصادفك مشكل ونحن لم يعني درسناه في الخيال، وعندما يعني تكون أمام الأمر الواقع فتجد أنك كلما درسته فقط كان كلام في كلام. وهذا يعني أظن الأغلب الناس والأغلب من أتوا عندي وأخذوا دورات في جهة أخرى قالوا هذا الكلام، والكمال لله وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فأنا لازلت أتعلم يوميا وأبحث يوميا، فكي لا يقول شخص أن فقط أصل إلى مرتبة معينة وخلاص، لا، يجب من البحث والسهر وإلى غير ذلك. حتى لو أخذت دورة فأنت تأخذ الأسس والطرق ويسهل عليك سنين تأخذها، يعني في وقت وجيز جدا صغير. فيجب دائما البحث، دائما يجب من البحث والتطور إلى غير ذلك. نعم، كما قلت لكم يعني بأسلوب علمي وتطبيقي 100%، ليس هناك يعني نظري فقط، بل نظري عملي تطبيقي على أرض الواقع كما قلت لكم.
وإن شاء الله هناك دورات سيتم الإعلان عنها عما قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم ولجميع المسلمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، نختم بها كلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.